السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أكيد كثير منكم أو معظمكم سمع بخبر مقتل مغني الراب نيلس جرونبيري المعروف بإينار، أحد أشهر مغني الراب في السويد خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق النار عليه من قبل أشخاص مجهولين في منطقة هامر بخوستاد الواقعة جنوب مدينة ستوكولم يوم أمس الخميس 21/10/2021. شو قصة إينار؟ إينار هو شاب سويدي اشتهر من لما كان صغير بنشر المقاطع الموسيقية وأيضا كتابة نصوص الأغاني، لكن زادت شهرته لما كان عمره 16 عام فقط، لما أطلق أول أغنية له حققت نجاح كتير كبير، ومن بعدها توالت نجاحات إينار وحصل على عدة جوائز موسيقية بالسويد وحازت على أغاني على التوب، يعني من أكثر الأغاني استماعا في السويد سواء على منصة سبوتيفاي وأيضا على اليوتيوب، حاز على ملايين المشاهدات. إينار كان له علاقات مع شبكات إجرامية مختلفة بالسويد، وهي الشبكات متهمة بالعديد من الجرائم منها السرقة والإتجار بالمخدرات، وحتى كان في انتقادات كبيرة تجاهه بسبب أنه أغانيه بتحتوي على محتوى يعني عنيف، مثلا كان تضمن أغانيه أو نصوص معظم أغانيه تتعلق بالسلاح والمخدرات وأيضا الجنس والاعتداءات والجرائم بشكل عام. طبعا إينار كان بيقول انه هو من خلال الاغاني عم يسلط الضوء على واقع الشباب في الضواحي بالمدن السويدية وخصوصا بمدينة ستوكولم، لكن من خلال علاقات إينار بهاي الشبكات الإجرامية تسببت له بكثير من المشاكل، ومثل ما بنعرف دائما لما اي شخص بيكون له علاقة باي شبكة إجرامية فبالتالي من الصعب انه هو يبتعد عن هاي الشبكة بين يوم واخر، خصوصا اذا كان هو شخص مشهور وشخص غني الى حد ما بعد النجاحات اللي حققها. إينار تعرض لعملية اختطاف من قبل أشخاص أو مغنيين راب آخرين كانوا بيوم ما أصدقائه وأصدقاء مقربين، اللي هني أو المتهمين بهاي بعملية الاختطاف هني مغني راب ياسين محمود الصومالي الأصل وأيضا مغني راب آخر كرد الأصل اسمه هافال خليل. هدول الاثنين بالإضافة لشخص ثالث اسمه شهاب لاموري أو العموري اللي هو أحد قادة الشبكات الإجرامية بمنطقة فورباري الواقع أيضا جنوب ستوكولم، تم توجيه الاتهام لهم باختطاف إينار وتهديده حتى يدفع وابتزازه حتى يدفع الأموال مبلغ 3 مليون كرون للعصابة الإجرامية اللي هني أيضا مرتبطين فيها. طبعا تم القبض على الأشخاص الثلاثة وتم الحكم عليهم بأحكام مختلفة بالسجن، وطبعا كانت المحكمة أو الادعاء طلب من إينار أنه يشهد ضد هذول الأشخاص، لكنه إينار رفض الشهادة، وكان من المفترض أنه هو يعني يمثل أمام المحكمة للشهادة بهاي القضية بعد استئناف الأشخاص الثلاثة للحكم الصادر بحقهم، إلى أنه تم قتله قبل ما يروح على المحكمة ويشهد ب الواقعة اللي تعرض لها واللي تم من خلالها الحكم على هدول الأشخاص. طبعا في كمان كتير من الاتهامات أو الاشتباه بأنه المغني هافال خليل هو أحد الأشخاص المتورطين بالتخطيط لقتل إينار، لأنه أيضا هافال خليل عنده أخ تم قتله من قبل أحد العصابات الإجرامية في وقت سابق، وأيضا في اشتباه أنه هاي العصابة اللي قتلت أخوه هافال خليل هي لها علاقة بإينار أو إينار له علاقة بهاي العصابة، وبالتالي صار في هذا الخلاف بين المغنيين ثلاثة، ومن المرجح أنه هذا أحد الأسباب الرئيسية لمقتل إينار المفجع واللي شكل صدمة كتير كبيرة بالأوساط السويدية كونه أحد أشهر مغني الراب والمؤثرين لدى الشباب بالسويد. طبعا هاي هي المعلومات اللي تداولتها وسائل الإعلام السويدي، وأيضا تم انتشار أو انتشر بشكل كتير كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتظار المزيد من التحقيقات من قبل الشرطة السويدية لكشف ملابسات هاي الجريمة وأيضا محاولة الكشف عن قاتل إينار. وهيك بكون احنا وصلنا لختام هذا الفيديو، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.